شكرا مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذه الانطلاقات الصباحية ومنافسات أول أيام ضمن هذا السباق المحلي الثالث. على بركة الله أعلنت انطلاقة خامس الأشواط ضمن هذه الأشواط المفتوحة والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. على البركة نسير ونتابع هذه الأسماء ونتابع هذه الشعارات الحاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية عبر هذا النقل الحي والمباشر لقناة الريان. نتابع ونسير إلى الصدارة هنا مع هذه الاندفاعة وتحديات خامس الأشواط. شوط يحمل لنا أيضا نخبة من الأبكار الحقائق. نسير إلى الصدارة وتابع بصمة هنا على الصدارة على مقدمة الشوط لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني هنا الحاضر والمتواجد على الصدارة. بينما أتابع من الجانب الآخر هناك رشا القادمة والمغيرة في هذه اللحظات تنطلق إلى مقدمة الشوط لسعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل عبد الرحمن الثاني بقيادة علي بن حمد بن نورة من يتابعها في التضمير. من تغير إلى الصدارة في هذه اللحظات؟ بينما أتابع القدوم هنا أتابع الوصول من نجلة، وصلت نجلة لهجن الشحانية تتقدم مع المركز الثالث بقيادة محمد بن خالد العطية. وهنا قدوم من الشحانية أيضا هي القادمة والواصلة مع هذه اللحظات لهجن أم الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. وهنا الوصول من نوف القادمة مع المركز الخامس، نوف تتقدم لهجن الغرافة هنا تنضم مع هذه الأسماء المتقدمة مشاهدينا الكرام بمتابعة المدهش الحاضر بهذه الأسماء المقدم لهجن الغرافة في هذه التحديات وفي منافسات هذا الصباح. أعود إلى الصدارة أتابع رشا. رشا غيرت على مقدمة الشوط تتقدم وتقود أيضا هذه التحديات من خلال هذا المسار من خلال لافتة الـ 1200. الله رشا، رشا على الصدارة تقدم هذا الأداء الممتاز. هنا رشا لسعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل عبد الرحمن الثاني بقيادة بن نورة. تابع أيضا هذا التقدم بن نورة الحاضر يقدم لنا أيضا هذا الاسم الممتاز مع رشها علي بن حمد بن محمد بن نورة المري. يتابع أيضا هذه اللحظات، يتابع هذا التقدم من خلال رشا، ولكن أتابع هجن الغرافة الحاضرة في هذه التحديات المقدمة أيضا لهذه الأسماء هنا مع نوف. نوف القادمة مع المركز الثاني لهجن الغرافة بمتابعة المدهش. أتابع هناك أيضا قدوم من الشحانية مع المركز الثالث. الله يا الشحانية لهجن أم الزبار بمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. ولكن أعود إلى الصدارة 500 متر أخيرة. رشا، رشا، نوف القادمة مع المركز الثاني. الله يا الغرافة، هجن الغرافة، هجن الغرافة قادمة تشكل الخطر، تشكل الخطر بهذه اللحظات هنا مع نوف. ولكن رشا، رشا على الصدارة، رشا ونوف مع اللحظات الأخيرة. رشا على مقدمة الشوط لسعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود الثاني، ونوف القادمة مع المركز الثاني لهجن الغرافة مع هذه اللحظات مع أيضا هذا التحدي والانطلاق الأخير. رشا، رشا على الصدارة مع هذا الانطلاق بن نورة يقدم لنا رشا في هذا الشوط بهذا التحدي بهذه الانطلاقة. سلام رشا، سلام هذا الأداء. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، والثانية لعلي بن حمد بن نورة المركز الثاني. مناتة نوف لهجن الغرافة بينما وصل في المركز الثالث كان الوصول من مرموقة، وصلت في المركز الثالث مرموقة
هجن الشحانية والمركز الرابع كان الوصول من نجلة لهجن الشحانية، وخامسا وصلت الشحانية لهجن أم الزبار. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام، تابعنا المنافسة والتحدي حتى اللحظات الأخيرة، واستطاعت رشا أن تقدم لنا هذا الأداء وهذا الناموس وهذا الانتصار. نتابعها من خلال الإعادة ومن خلال التوقيت الزمني هنا ولحظات الوصول. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ سلطان بن محمد بن سعود آل عبد الرحمن الثاني، والثانية لك يا بن نورة من قدمت لنا أيضا هذا الشعار بهذا الانتصار الممتاز. هنا التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 4:35، 13 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، حضرت نوف بتوقيت مشاهدينا الكرام 4:35، 50 جزء من الثانية. الثانية لهجن الغرافة، والثانية أيضا للمدهش من قدم لنا أيضا نوف سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث مرموقة، توقيتها الزمني 4:37، 63 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والثانية لمحمد بن خالد العطية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لخامس الأشواط في